طول السلام سلام الحكومة لابنا حكومة لابنا حكومة لابنا على باشا على باشا حكومة لابنا حكومة لابنا رايح صح يا خالتك سندس تيجي تشم شوية هوا وتسمع المغنى بتاع الواد زوكا ده ما بلاش يا خال هتعمل لنا قلق في الفرح ما تخافيش ما تخافيش اخليها تضرب نفسين وتقعد معاها ايه يعني يا بنت شوفي انا مالي وانا اللي اقعد ادادي فيها انا ساكوريا السلام عليكم ازيك يا باشا ازيك عامله ايه الحمد لله اخبار البيت ايه وقع ولا لسه لا لسه سعاده الباشا ما انا قدام سعادتك اهو اتضايقت انا المره اللي فاتت عشان قريبتك اللي اتخضت دي لا حصل خير يا باشا هي لسه تعبانه ولا ايه اصلا انا مش شايفها يعني لا اصل هي ملهاش في الافراح والجو ده يعني طيب تمام طب ابقوا طمنونا بقى عملتوا ايه في البيت حاضر سعاده الباشا باذن الله السلام عليكم حبيبة قلبي يا هلا يا امي حبيب قلب امك يا اخويا يا مشرفني يا رافع راسي يا مرقصني يا حبيبي حارسك وسينك يا رب عجبتك يا امه عجبتني انت تعجب الباشا يا روح امك الله اكبر عجبتك كنت كويس قوي ده انت تعجب الباشا يا ولا والله هو اللي كنت كويس بس يا حبيبي حبيبي انا من غيرك مش عارف كنت اعمل ايه مش عارفه والله السلام عليكم يا امه خمس دقايق السلامه يا حبيبي ممكن يا مولانا اضرب واحده بيره لك حريه الاختيار يا اخي سلومه بس سامحني انا لن اجلسك وانت تشرب هذه البيره ولا تعالى واحده افتح انا حطيتها تحت الكرسي يا مولانا مش هشربها الا لما تمشي ها ما هو الواحد لازم يضمن اخرته ويضمن دنيته في ان واحد ازيك يا خالتي اهلا يا كوريا ارقصي ازيك يا اختي مش انت برضك الممرضه اللي كانت مع هيمه في المستشفى ايوه يا كوريا انا اسمي هاجر عشت الاسامي يا هاجر الله يخليك نورانا ربنا يخليك يا رب متشكرين قوي يا هاجر على العمود اللي جبت لك اداك ما كانش في لزوم تتعبي نفسك يعني عمود عمود ايه سلام على باشا كل اما مصر سلام كل اما مصر ماله بيك الظابط ده ده مش انا من مين ان شاء الله البنت جمالات بنت خالتي بقول لك ايه سيبك بقى من الكلام ده كله قول لي خير انا عايز اعرف نسيتي اللي نزلت هنا دلوقتي يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا ايه النور الفرح منور والله ايوه كده يا بنت جمالات انزلي كده وقعدي معانا وخشي فينا ونخش فيكي ايوه حد خلي الدنيا تبقى نور كده يا بنت الله ما شاء الله عليك ده انت زي القمر انت ليه يا خالي مش طالعه كنان اهدي لقيت سندس نايمه وهي شبطت فيا انت لازم انزل معاك ما اقدرش اقول لها لا دي قدامها فقر وانا مش هحلق على حد النهارده شيل انت بقى بنتي يا كوريا تعالي عايزاكي انا هقول لك على حاجه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا رب انا ما كنتش عاوزه اقول بس بقى انت عارفه انا ما بحبش للرط ولا الكلام كتير ولا حد يقولني ولا حد يعودني بس اعمل ايه البت نوال ولو انها بتحبني وانا بحبها جابت لي وبتجيب لي على طول الرز بلبن وانت ما بتشوفينيش حتى بكوز بطاطا اخلصي وانا هشوفك ازيك يا ابو هاجر الحمد لله وحشتيني قوي انا من عيالي والله النهارده احسن يوم في حياتي عشان حاجتين ايه بقى اول حاجه اول مره غني في فرح كبير زي ده وتاني حاجه ايه اللي جابك هنا يا اختي قومي جري قدامي على البيت يا استاذ فوزي افهم بس قوم من وشك هات احلى تحيه حيره طايره لاجدع ناس في الكره الارضيه اهلي وحبايبي وناسي اهل بطن البقره الرجال قبل الستات والستات قبل الرجال اللي كلهم عيلة واحدة مفيش بينهم سر أبدا أي حاجة بتحصل في أي بيت بعدها بساعتين مفيش حد ما بيعرفهاش وعشان بقى ما احنا أهل وعشرة فأنا مش هخبي عنكم حاجة ما كده كده هتتعرف أنا عايز أسأل الست نوال مرات جزار الحتة المعلم سلومة إيه اللي بينك وبين خطيبي؟ إيه اللي بينها وبينه يخليها تستقفها جوزها وتطلع لخطيبي وهو عازب وعايش لوحده بعمود الأكل اللي بينك وبين خطيبي إبراهيم يا نوال